بكم إلى أبرز مستجدات أحداث إفريقيا على قناة الحدث الإفريقي. دعا المغرب يوم أمس الأحد إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف الحوار من أجل إرساء سلم واستقرار دائمين في السودان. وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي في كلمة أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في أديس أبابا حول الوضع في السودان أن المغرب الذي يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في السودان يحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الإعلان على وقف فوري للاشتباكات بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. دعت موريتانيا الأطراف السودانية إلى التحلي بضبط النفس وتغليب لغة الحوار والعقل لحل المشاكل التي يشهدها البلاد بعد اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة الخرطوم. وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها الأحد إن موريتانيا تتابع بقلق بالغ الأوضاع في السودان وما يصاحبها من تصعيد أمني خطير ومساس بحياة المواطنين وباستقرار البلاد. أعلنت بوركينا فاسو يوم الأحد عن مقتل 40 شخصاً في مجزرة نفذتها جماعات المسلحة في شمال البلاد. وقال محافظ وهيغويا في بيان صادر عنه إن الهجوم وقع قرب قرية أوريماد، مضيفاً أن الضحايا هم 6 جنود و34 متطوعاً مدنياً، مؤكداً إصابة 33 من عناصر الجماعات المهاجمة. أفادت وكالة الأنباء التونسية أمس الأحد أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل غدا الاثنين إلى العاصمة التونسية تونس في زيارة عمل. ومن المنتظر أن تستمر زيارة وزير الخارجية السوري إلى تونس يومين وتأتي ضمن مساعي دمشق لتعزيز علاقتها مع العالم العربي. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمارة، وأضافت أنها تأتي تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين. إلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.